بكم في موجز الأخبار من قناة حلب اليوم. إصابة 3 عناصر من قوات النظام بجروح أحدها خطرة نتيجة استهداف أحد النقاط العسكرية للنظام في درعا البلد بحسب مراسل حلب اليوم. القوات التركية تقصف بالمدفعية مواقع قسد في مركز ناحية أبو راسين شرق ناحية رأس العين بريف الحسكة وفق مراسل حلب اليوم. قسد تغلق مداخل المربعات الأمنية التابعة للنظام في مدينتي الحسكة والقامشلي رداً على حصار قوات النظام أحياء الشيخ مقصود والأشرفية في مدينة حلب. الاتحاد الرياضي العام التابع للنظام يعلن تعليق جميع الأنشطة الرياضية حتى نهاية العام الحالي بسبب ما وصفه بالصعوبات الناتجة عن عدم توفر المشتقات النفطية. الادعاء العام في إزمير يتقدم بطلب محاكمة كمال كوركماز الذي أشعل حريقاً في مسكن 3 سوريين ويطالب بإنزال عقوبة السجن المؤبد المشدد 3 مرات بتهمة القتل العمد بطريقة وحشية. وفد روسي برئاسة مبعوث موسكو إلى سوريا سيصل أنقرة اليوم الخميس لمناقشة الوضع شمال سوريا بحسب قناة الجزيرة.